على غرار المنتخب الكبير، يعني عايزينهم باذن الله ياخدوا البطوله وباذن الله يتاهلوا لاولمبياد طوكيو 2020، وده الهدف الاساسي والاسمى في الحقيقه بالنسبه لنا كلنا كمصريين، لان المشاركه في البطوله دي طبعا حاجه كبيره جدا. طيب خلينا نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح للناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عبد الباسط عشان نتكلم معاه في امور عديده سواء بتخص اتحاد الكره او بتخص منتخبنا الوطني. الاول يا ابو حميد، مساء الخير عليك. مساء الفل صديقي العزيز استاذ امير، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. اهلا بيك يا احمد. يعني في البدايه عايز اتكلم معاك عن قائمه المحترفين اللي اختارهم الكابتن حسام البدري للمعسكر القادم للمنتخب، وهل القائمه الخاصه بالمحترفين بالتحديد دي قائمه نهائيه ولا ممكن يحصل تغيرات فيها طبقا لرؤيه طبعا الجهاز الفني؟ هو الكابتن حسام يعني كان طلع خبر كده عن طريق يعني المنسق الاعلامي الزميل شادي جلاني انه هيتم تقليص القائمه من 32 اسم يعني ل 23 25 اسم، والكلام ده بينطبق على المحترفين. بس من المستحيل يعني عشان يبقى الف به انه يستدعي لعيب من نادي سواء في اي مكان بره مصر عشان يجيبه في الاخر يستبعده، فده طبعا هيعمل شرخ كبير. هو قال الكلام ده بينطبق على المحترفين، ولكن هذا الكلام انا بنسوه لك تماما لا ينطبق على المحترفين. الغربله اللي هتحصل في المحليين، لانه انا مثلا يعني استبعدت احمد حسن كوكا وجبت احمد حسن كوكا واستبعدته من معسكر المنتخب، وانا جايبه اختبار، فده شكله حتى قدام نادي هناك يبقى وحش جدا. فبالتالي هم بيعملوا كده بس عشان ايه؟ يقولوا ان احنا قدام الناس في عداله في الامور دي كلها. وكمان هم قالوا ان هم طلعوا تأشيرات ل 42 واحد صح، عشان خاطر تحسبا لظروف الطيران وي 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 خالص، لانه قصر القمر يعني انا باكد لك لو الماتش الساعه 8 بالليل احنا ممكن نطلع التأشيرة بتاعتها الساعه 6 الصبح. مش ازمه يعني، لكن هم لا، هم 30 لعيب بس اللي كابتن حسام بيتكلم فيهم. هي القائمه بتاعه المباراه اللي فاتت بالظبط زي ما هي، يرجع ليها عمرو الشناوي. انا بس الجزئيه الوحيده اللي عايز اكد عليها دلوقتي يا احمد عشان الكلام يبقى واضح للناس، نستبعد فكره ان اي حد من المحترفين يتم استبعاده، ده خلاص الموضوع منتهي، دول موجودين. اذا حدثت اصابه، اصابه بقى ولا حاجه، دي حاجات طبيعيه، لكن غير كده فنيا دول موجودين، السبعه دول موجودين خلاص. بالظبط، بجانب انه كهرباء هيبقى موجود وحسب حاله الراي العام، يعني حسب حاله الراي العام في مصر، لانه الكابتن حسام جايبه وحاطه على قلبه، اولا بيخشى الصدام مع جمهور الزمالك ومجلس ادارته وهكذا، وفي نفس الوقت هيبقى في لو في حاله بلبله خلاص ممكن. لا يعني ثواني ثواني يا احمد، ثواني يا احمد، يعني ايه مش منطقي؟ مش منطقي ان الكابتن حسام بدري يبقى حاطط ايده على قلبه عشان مثلا جمهور سواء اهلي او زمالك او غيره، انا بتكلم في العموم، دايما اختياراته بتبقى عن من خلال قناعاته، طبيعي ان هو بيختار لعيب عشان عايزه. بص، هو على فكره كان الكابتن حسام عايز يجيب المعسكر الاولاني، ولكن هو السبب اللي انا بقوله لك ده هو اللي خلاه يقلق انه يجيب كهرباء، وانت عارف اكيد ان انا قريب من اتحاد الكره والمنتخب طبعا، فلو هتكلم هتكلم بمعلومه. فلا هو كان قلقان جدا وجايبه كنوع من انواع جس النبض الفتره اللي جايه، عشان كده هم سربوا خبر النهارده انه ممكن يتم استبعاد بعض اللاعبين المحترفين. ولو حد جه ازاي انت جبت كهرباء واستبعدته ليه؟ انت خايف؟ انت يقول لا ده انا قايل الكلام ده من الاول. فاللي خرج النهارده ما هو الا عمليه تحصين وتامين للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، لكن لا، ما المنطق بيقول ان انا طالما استبعدت اي حد من بره مش هيجيبه عدو امير، ده مستحيل. بالظبط يعني. بالظبط. طيب بجانب بقى انه القايمه الاكتمال القايمه المنتخب مصر هيبقى هو دخل محمد صلاح ودخل كهربا، هو في حسابات الكابتن حسام البدري انه لو حصل اي اصابات او حاجه يبقى موجود عمرو برعي في الهجوم، موجود اسلام عيسى في الحته اللي تحت الهجوم، يبقى موجود احمد الشناوي على حساب محمد بسام في القايمه النهائيه. احمد المحمدي الراجل كان بيفكر فيه، ولكن هو اجل ان هو يضمه الفتره دي، يعني عايز يشوف رجب بكار موجود، احمد فتحي، وكمان مشكله الشارع مشكله كبيره جدا. دي قصه انا كنت عايز اسالك فيها، يعني هل خلاص تم الاستقرار بشكل نهائي على ان احمد فتحي هو كابتن منتخب مصر، ولا هيبقى في تفكير بخصوص محمد صلاح، ولا الامور ماشيه ازاي؟ لا بص، شوف، هو من اختلق الازمه هو الكابتن حسام البدري، هو اللي اختلق الازمه انه يعني تطوع من غير ما يطلب محمد صلاح ومن غير ما يطلب احمد فتحي ومن غير ما حد يتكلم خالص. قال يا جماعه انا عايز ابدي الشاره لمحمد صلاح كنوع من انواع كذب الود لمحمد صلاح، اللي ما كانش بيرد على تليفونات حد خالص في الجهاز الفني او الكابتن حسام بدري بالاخص، غير بعد صعوبه جدا عن طريق طبيب المنتخب اللي قدر يوصل لمحمد صلاح. فبالتالي الكابتن حسام لما خلى الكابتن محمد بركات يقعد مع الكابتن احمد فتحي وقال له احنا عايزين الشاره لمحمد صلاح، الكابتن احمد فتحي قال له انا تاريخي ما يسمحش بالكلام دوت، مش عايزيني قعدوني، ما بلاش تستدعوني، وانا شايف ان الكابتن احمد فتحي عنده حق في طبعا 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 لما يكون راجل لعب اولمبياد، لعب كاس عالم، كل حاجه، جميع البطولات القاريه، اعتقد انه من الغير لائق فتح هذا الموضوع تماما، لانه لسه في عبد الله السعيد، لسه في احمد المحمدي، لسه في محمد النني، لسه في احمد حجازي. بالظبط.
دول كلهم بيسبقوا محمد صلاح اللي ما طلبش خالص يا امير، يعني اصلا صلاح ما طلبش الشاره خالص. صلاح ما طلبش، وانا عندي معلومات ان محمد صلاح هو الفتره اللي جايه هو اللي هيحل الازمه من خلال تويته او من خلال ان هو يلم الموضوع في المعسكر اللي جاي ويقول يا جماعه انا ما طلبتش، واحمد فتحي والناس كلها كباتن، هي الموضوع مش بالشاره. لكن هو كان الكابتن حسام البدري، حتى لو الكابتن حسام البدري جه الفتره اللي جايه عايز يستبعد احمد فتحي لسبب فني، هل يقدر يستبعده؟ لا مش هيقدر يستبعده، صح؟ لان لو استبعده قدام الراي العام والناس انت استبعدته بخصوص الشاره، فبالتالي هو زنق نفسه في ازمه ما كانش لها اي لازمه ان هو يعملها، ودي كانت الخاصه بازمه الشاره يا امير. طيب فيما يتعلق بابرز اللاعبين اللي ممكن ينضموا للمعسكر القادم، بالتحديد بتكلم على اللاعبين المحليين، يعني عوده البعض او وجوه جديده ممكن نشوفها. ابرز اللاعبين يعني احمد الشناوي في حراسه المرمى. مش كان في مشكله بالنسبه لاحمد الشناوي؟ مش كان في مشكله احمد الشناوي على حساب، كان في مشكله يا احمد لاحمد الشناوي اعتقد في المعسكر اللي فات، يقال ان هو كان سافر دبي وما كانش مصاب، فبالتالي الجهاز الفني منتخب مصر واخد منه موقف. حقيقه الازمه دي ايه؟ بص شوف، هو احمد الشناوي معتاد على الكلام دوت، لكن لا هم في حساباتهم ان هم يجيبوا احمد الشناوي. محمد بسام كان ان هو محمد بسام ما كانش الاكفأ ان هو ينضم كحارس ثالث، ولكن هم حابين يوصلوا رساله ان كل الحراس تحت عينينا. كويس. نمره اثنين، هم عندهم في الحته اللي ورا متقفله خالص، ما عدا ان عمرو السوليه ممكن يدخل، وعايز اقول لك ان عمرو السوليه ممكن يلعب على محمد النني الفتره اللي جايه، وده اللي بيدور داخل فكر الجهاز الفني. يستحق بصراحه. وكمان دونجا لاعب بيراميدز ضمن الحسابات مع اسلام عيسى. مع في خط الهجوم عمرو مرعي على حساب عمر السعيد اللي هو ما عندوش قناعات شويه الكابتن حسام ليه، بس في نفس الوقت هيفضل مستمر معاه الفتره اللي جايه، وفي مرحله الغربله هو هيستقر على اثنين مهاجمين فقط. لو من اللي معاه المره اللي فاتت هيبقى احمد حسن كوكا ومع حسام حسن مع الدفع من محمد صلاح لو احتاج ليه في مركز المهاجمين. أنا بشكرك يا أحمد شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة، بالتحديد يعني في الحقيقة أحمد عبد الباسط من النقاد الرياضيين الكبار.